الصندوق تحت شركة ترزان، فالصندوق استثماري راح يكون بالكيمن آيلند وبعدين في دبي، وهذه لمشاريع دبي، وراح تكون لها صناديق ثانية إن شاء الله، منها يمكن بالسعودية إن شاء الله كمرحلة ثانية. المطور وإدارة العقار نفسه بتكون شركة إيفا الفنادق وشركاتها التابعة. المستثمرين الاستراتيجيين اللي للحين التزموا بالاستثمار 100 مليون من درهم من عقارات الكويت و100 مليون درهم من مجموعة شركات التجارية العقارية، وبعدين بالمرحلة الثانية راح يدشون يعني مستثمرين ثانيين بالصندوق إن شاء الله. طيب اليوم حتى صدر إفصاح آخر عن دوموس أيضا التابعة لإيفا ودخولها في مشروع في المملكة العربية السعودية، حدثنا عنه. نعم، وقعنا مع أخواننا في شركة ركاز لإدارة سكن موظفين عندهم مشروع النود بشمال الرياض ل10,000 موظف، وهذه الدخلة الأولى إن شاء الله بالسعودية لشركة دومس، ولكن عندنا مشاريع ثانية راح نعلن عنها في السعودية، ونشوف أن هالقطاع هذا بالذات، لأن قطاع الضيافة مركزين عليه الحكومة السعودية ونظرة الحكومة ل2030، فتركيزنا راح يكون للخدمات الفندقية والخدمات يعني مثل ما مركزين احنا في دبي عليها. يعني هناك ترقب ألاحظه على مشروع تلال الطي، وهذه فرصة لنسألك عن هذا المشروع من ناحية المساحة، الحجم، حجم الاستثمار، عدد الوحدات المنتظرة منه. هذا مشروع تقريبا 6 ملايين فوت الأرض، 1000 وحدة سكنية. إن شاء الله خلصنا التصاميم، فبنعلن عن البيع الشهر القادم إن شاء الله، ونتوقع أن إن شاء الله مشروع كبير، بنعلن عن أرقام إن شاء الله الشهر القادم. أذهب إلى إيفا القابضة وأسألك عن مشروعها الكبير أم الهيمان، محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، أين نحن الآن من نهاية هذا المشروع؟ والله هو طبعا المحطة تعتبر من أكبر محطات العالم، يعني حجمها 2 مليار دولار الاستثمار. المشروع خالص، ننطر الأخوان في الحكومة يخلصون آخر الأوراق إن شاء الله في تسليم المشروع لهم، نبدأ عاد بعدها بالطرح، إجراءات الطرح يعني من الأخوان بالشراكة. بس يعني مشروع صراحة نفتخر فيه. نذهب إلى أرزان وأسألك طبعا عن شركة الوافر، وهي من إحدى شركات أرزان، هذه الشركة أيضا حدثنا عنها وعن أهم أعمالها. الوافر طبعا واحدة من شركاتنا الممتازة في الإدارة اللي فيها مرزوق أخوي والأخ علي رقبة، هم ماسكين الشركة. يعني طبعا أغلب المواطنين كانوا يعني مارين في سوق الفرضة، ويعتبر يعني سوق مثالي نوعا ما للخضرة والفاكهة، هذا جزء رئيسي من أصولها. الأشياء الثانية عندها مصنع الماي مع العين، مع شراكة مع الأخوان في شركة أغذية، وعندها الجمعيات أون كوست تقريبا 25 فرع بالكويت، وعندها مطاعم، سلسلة مطاعم كذا، أورا وجوا وكذا وزو كذا مطعم، فهذا جزء من عملها. العمل الثاني الاستثماراتها، يعني عندهم استثمار في شركة اسمها راحة، وهذه الحين توسعت بالسعودية، وعندها استثمارات أخرى، بس تعتبر من يعني من الشركات الممتازة اللي عندنا. يعني يمكن أن نرى الوافر قريبا في بورصة الكويت؟ والله إن شاء الله. يعني الوافر هم دخلت مجالات جديدة، يعني بس بالسنة اللي طافت دخلت استحوذت بالانترتينمنت على ترامبو، واستحوذت على شركة فاسيلتي مانجمنت احنا كمجموعة يعني نملك فيها اسمها EFS، تعتبر من أكبر الفاسيلتي مانجمنت بالمنطقة. فالشركة للحين فيها يعني
فيها نمو. فإن شاء الله البورصة يعني بالعكس يعني هذه يمكن واحدة من الأشياء اللي قاعد نفكر فيها. كل هذه الأعمال هل سنرى ثمارها قريبا أم نحن بالفعل في مرحلة قطف الثمار؟ والله أنت قاعد تشوف الثمار يا أسامة، الحمد لله نتائج الشركات يعني من العام النتائج ممتازة، ونتائجنا للحين بالتسعة أشهر كل الشركات الحمد لله نتائجها ممتازة، فراح تشوف الاستمرارية إن شاء الله، وتشوف الاستمرارية في أرباح تشغيلية. فأغلب أرباحنا مثل ما أنت شايف أرباح تشغيلية، وقاعد نقوي الشركات عشان الاستمرارية بالأرباح. فإن شاء الله راح تشوف كل سنة بإذن الله من أحسن لأحسن إذا الله وفقنا إن شاء الله. يعني أنا اكتفيت من الأخوات وأسألك عن أداء بورصة الكويت، رأيك فيها؟ والله بورصة الكويت ما شاء الله الأداء ممتاز، ها يعني نشوف النشاط قاعد ينمو فيها، نشوف الفوليوم اليومي قاعد ينمو تقريبا نسبة الزيادة مال الـ ADTV 20% مقارنة بالسنة اللي طافت، فهذه كلها أشياء ممتازة. يعني نتأمل نشوف طروحات جديدة في شركات جديدة تنزل بإذن الله، والمنتجات الجديدة إن شاء الله راح تيجي مع النظام الجديد CCP لما يخلص إن شاء الله، واللي متوقع إن شاء الله السنة القادمة، فمتأملين خير إن شاء الله. مؤخرا رفع الحظر المفروض على الشركاء الاستراتيجيين الملاك في شركة بورصة الكويت، بعد رفع هذا الحظر هل التخارج من حصتكم في شركة البورصة أو جزء منها هو من الأمور التي تنظرون إليها؟ والله شوف إيه، البورصة استثمار استراتيجي لنا، يعني لنا وحتى عند الأخوان مجموعة الخرافي، فطبعا ماكو شيء مش للبيع، ولكن إذا تسألني اليوم هو استثمار استراتيجي، بس ممكن يجيك سعر يكون يعني سعر مغري، ولكن احنا حاطينها كاستثمار استراتيجي لان البورصه هي واحده، ها وما شاء الله يعني نتائجها ممتازه.